وصلنا لآخر فقراتنا لليوم لنحكي عن الفارق بين مصطلح التعلم والتعليم وشو هو الفارق الجوهري بيناتهم. طبعاً التعليم هو بيقوم الشخص باكتساب المهارات والخبرات العلمية والمعرفية عن طريق شخص معين، عن طريق مدرس خلينا نقول، لكن التعلم هو عملية ذاتية بيقوم فيها الشخص باكتساب وتعلم المهارات بطريقته الشخصية، يمكن عبر اتباعه لدورات معينة يكتسب المهارات المعينة من بيئته. اليوم رح نعرف أكثر عن هدول المصطلحين والفارق بيناتهم مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، مدربة التنمية الذاتية نسور صافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. ما بين التعلم والتعليم، خلينا هيك نروح للفروق بيناتهم. حقيقة في كتير أشخاص يعني في خلط بأنه هي كلها مجموعة من علوم. في اختلاف جوهري وكتير كبير بين مصطلح التعلم ومصطلح التعليم. تمام. ومثل ما تفضلتي حضرتك بالبداية والمقدمة أنه التعلم هو من لحظة الولادة تبدأ عملية التعلم، إذن هي بتكون ذاتية، هي البيئة المحيطة هي اللي بتكون مؤثرة عليها. الخبرات والمهارات يلي من خلال حياتنا نحن بنكتسبها، فترة حياتنا نحن بنكتسبها. أما عملية التعليم هي عملية موجهة محددة بفترة زمنية محددة، حتى بالإطار العام للتعليم هو بيكون ضمن القاعة الصفية. أما التعلم هو بيكون بكل لحظة من حياتنا نحن عم نكون فيها بحالة تعلم، عم نكسب خبرات، عم نكسب مهارات، عم نكتسب معلومات. وحتى أهداف التعلم تختلف كتير عن أهداف يلي التعليم. تمام، خلينا نحكي عن التعلم ضمن المدرسة. تمام، التعلم ضمن المدرسة، أول خلينا بس نرجع خطوة شوي لورا. تفضلي. بلحظة ولادة الطفل هو بيكون بمرحلة التعلم وليس التعليم، فخبراته الأولانية منين بيكتسبها؟ بيكتسبها من والدته، بعدين من إخواته أو إذا كان لحاله لسه بالفترة الأولى، فهو عم يكتسب هاي الخبرات من أهله. مرحلة الثانية اللي هي بتجي مرحلة الروضة، فهون دخل على المدرسة. حقيقة نحن حالة التعلم هي حالة أوسع وأشمل من حالة التعليم، ومثل ما اتفقنا أنه حالة التعليم هي حالة بتكون ضمن الحصة الدرسية، ففينا نحن نستفيد من التعلم باستراتيجيات التعلم ضمن التعليم. كيف يعني؟ نحن بنعرف أنه التعليم هو عبارة عن قاعة صفية فيها المدرس بيعطي درسه من خلال استراتيجيات. هاي الاستراتيجيات ممكن تكون استراتيجيات تعلم، يعني كيف بدها تكون استراتيجيات تعلم؟ مثل عندنا التعلم من خلال اللعب. طيب شو يعني التعلم من خلال اللعب؟ أنا ما عدت مدرس تقليدي إني أنا حاملة الطبشورة وعم بلقن تلقين، وإنما دخل الطالب في مرحلة التعلم، في مرحلة الاستكشاف، في مرحلة المعلومة هو عم يبحث، حتى هو عم يبحث عنها، عم ياخذ المعلومة من محيطه ويمارسها ضمن القاعة الصفية. طيب ليش نحن عم نلجأ لهي الحالة من التعلم، أو ليش نحن عم نلجأ لهي الاستراتيجية من التعلم ضمن التعليم؟ حقيقة وقت عم يكون التعليم تعليم تقليدي، فالطالب هو اعتمد بس على تلقين المعلومة، مو عم يكون التعليم موجه، عم يكون جاف، عم يكون ما في حيوية، ما في روح، ما في روح. أما وقت الطالب عم تقلي له أنه خلينا نحن كلياتنا نشارك بهي التجربة، طيب كيف إحنا بدنا نشارك بهي التجربة؟ آلية أو مراحل التعلم كيف بتصير؟ أول شيء نحن في عنا اكتساب معارف، نكتسب هي المعرفة، نكتسب هي المعرفة من خلال القراءة، من خلال الثقافة العامة، من خلال البحث، من خلال الاستكشاف، من خلال الإنترنت، من خلال البحث عن هي المعلومة. طيب هلأ نحن هون اكتسبنا هي المعلومة، أفضل بكتير من ما حدا يجي يقول لي إياها هيك مباشرة وأنا بدي اياها او ما بدي اياها، انا خلص مجبره اني انا اخذها، وانما انا الانسان بطبيعته بحب يظهر انه انا بعرف، انا عندي معلومات جديده، انا عم اقدم، انا متميز، انا في عندي ابداع. فهون بمرحله الاستكشاف لسه،
هلا المرحله الثانيه بعد الاستكشاف اللي هي تخزين هي المعلومات. الطفل دائما بخزن 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 المعلومات في مرحله المتقدمه اللي هو استرجاع هي المعلومات، وبيصير بيطلعها لهي المعلومات. وهذا الشيء نحن بنلاقيه عند الام، بتقلك انا ما بعرف انه ابني كان بيعرف عنده هي المعلومات، منين اخذ هي الخبرات، منين عرفها، كيف 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 حتى الطفل اول حكيه منين لقط هي الكلمات. لانه بكل بساطه مراحل التعلم هي بتكون انه نحن عم نكسب خبره، الطفل عم يخزنها، بعدين عم تصير مرحله الاسترجاع ويطلع هاي المعلومه. بهي المرحله وقت نحن بنتبعها بتلاقي صار في متعه بالحصه الدرسيه باليه التعليم ككل. طيب ليش نحن لازم نتبع هاي الخطوات؟ لانه بكل بساطه النفس البشريه بتمر بمرحله باربع مراحل للتعلم. شو هي اربع مراحل؟ اول شيء مرحله الجهل بما اعرف. انا ما بعرف انه انا لازم اكتسب هاي المهاره، انا ما بعرف انه لازم طفل، ما بعرف انه انا لازم اقرا، ما بعرف انه في شيء كتابي، بس بعرف انه في الوان، شفت الوان، لاحظت عن طريق الملاحظه، دفتر الوان مسكت لونت، بس ما بعرف انه في كتابه. اذا هون لا مهاره باللاوعي، انه انا ما بعرف شو اللي موجود قدامي. هلا شفت اقراني مسكوا قلم عم يكتبوا، طب كيف عم يكتبوا، كيف عم يتعلموا؟ اي مهاره، اي مهاره باي مرحله عمريه بتمر بنفس هي المراحل. معناتها في كتابه. طيب اذا في كتابه معناتها انا صار في عندي وعي انه في كتابه، ولكن انا ما عندي مهاره اني امسك القلم واكتب. معناتها انا صار في عندي وعي ولكن لا مهاره موجوده، اتطورت انا مرحله الوعي عندي. طيب هون انا بدي اشتغل على حالي. طيب هون النفس البشريه هي لحالها بتصير بتطلب انه بدي اتطور، بدي اعرف. ليش هن بيعرفوا انا ما بعرف؟ ليش هن عم يساووا انا ما عم بقدر ساوي هذا الشيء؟ هون بنرتفع لمرحله اعلى يلي هي لا مهاره بس ولكن موجوده بالوعي. انا عرفت شو هي نقاط الضعف اللي موجوده عندي، وعرفت انه شو نقاط القوه اللي موجوده بشخصيتي. كثير بدنا نفرق. ليش انا فرقت بين نقاط الضعف يلي موجوده عندي؟ لانه انا ما بعرف اكتب، ونقاط القوه اللي موجوده بشخصيتي اني انا لازم اطور من نفسي. ففي عندي نقاط قوه وفي عندي نقاط ضعف. طيب كثير منيح، معناتها انا شو لازم تساوي؟ هون صار في عندي محفز داخلي لحتى اني انا اتعلم. طب تعلمت واشتغلت على حالي، هل يكفي التعلم؟ هل تكفي المهارات اللي نحن؟ اكيد لا، وانما هي بحاجه لممارسه. انا بشبه لهم اياها، اي مهاره نحن بنتعلمها بنكون، ونحن بعد ما نتعلمها بنكون عم نساويها ونحن متشنجين، يعني متاهبين، خايفين نغلط، خايفين، لانه نحن لساتها المهاره مو متمكنين منها. ولكن عند تمكن من هي المهاره في متعه بتصير بالقصة. صار في متعه وفي ابداع، وصلنا لمرحله الابداع. يعني هون صار في عنا مهاره ولكن باللاوعي، انا بشكل غير مباشر انا عم نفذ وخطط وارسم ولون واكتب وعلي واتعلم. صار في عندي متعه. الطالب وقت يوصل لهي المرحله من هالمراحل هو صراحه اخذ دور المدرس في الحصة الدرسية وصار في عنده متعة. هون بتلاقي الطالب عنده حفظ أكثر. يعني هلأ وقت بيقولوا لك إنه مثلا شو الطريقة المثلى لحتى يحفظ الطالب الدرس، في ناس بتقول لك اللي إنه يقرأ أول مرة، يقرأ ثاني مرة، يقرأ قراءة عميقة، يفهمه بعدين يلخصه بعدين بمل وبيبطل يكفي. فهو أوكي كتير منيح، شغل مثلا مهارة الكلام، شغل مهارة الاستماع، اشتغل بمهارة الكتابة، كل هاي المهارات جيدة جدا، ولكن قمة المهارات وقت هو يفهم المعلومة، يتشربها منيح، ياخذ دور المدرس، أنا اليوم بدي أعطي الدرس. واليوم صار في كثير ادوات عم تستخدم ضمن المدارس لنهرب من موضوع الروتين. صرنا نشوف الدرس اغنيه، صرنا نشوفه لعبه، كروت، بطاقات على اللوح، هذا الشيء كثير ساعد. انا هون بس كحد ذكرتي نقطه خلينا نضوي عليها اكثر، الام اللي هي المدرسه الاولى، حياه مدرسه. يعني اليوم
إذا بتزتي الولد لحاله بيتعلم لحاله، بتحسي إنه من المواقف من التجارب من المحيط اللي حواليك مدرسة هنون يعني. فاليوم دورنا نحن بالشكل الإيجابي لنقدم الشيء الإيجابي ونبتعد عن السلبي. خلينا نضوي على هاي النقطة بشكل أكثر. هلا أنت اللي ضويتي على نقطة كتير مهمة، قلتي إنه نحن قاعدين بمحيط كلياته حوالينا أساليب التعلم، صح ولا مدارس. لا؟ وهو النت. صح. فهون فعليا هون دور الأم بالبيت كيف توجه ساعات التعلم عند ابنها. يا ترى هل هي قادرة أنها تتحكم فيها ولا لا؟ هل هو الوقت مفتوح ولا لا؟ يا ترى عم تخليه كم ساعة حددت له باليوم لحتى هلأ في كتير مثلا في كتير بيقولي أنه نحن ما بنقدر نمنع أولادنا عن النت والدنيا كلها مفتوحة عن النت. في كتير تماما. أوكي نحن أنا ما عم أقول امنع، ولكن أنا عم أقول حدد، وجه، قيم، لأنه ما بيصير نحن نكون خلص عاطين الأمور كلياتها بفوضوية. هو الفكرة أنه الطفل عم يكون لسه بعمر الأشهر أو السنة عم يكون ماسك جوال، فهذا لما بده يقعد على الفيسبوك لما بده يقعد يفنن بعده لا وبيرد على التعليقات يعني شوفوا التمهيد يعني. وهذا الشيء كمان مثل ما قلتي أنه الأهل أو الأم عم بتوجه طفلة أنه اعمل حساب عطي هي المعلومة مع الموجة المشكلة. تمام. هاي للأسف التأثيرات السلبية ما حتبين مباشرة، لأنه بس لحتى الطفل يعمل أي شيء حلو قدام أمه فبتلاقيها هي باللاوعي طاير عقلها فيه، مبسوطة كتير فيه، والمجتمع اللي حواليه كتير مبسوطين منه، ولكن فيما بعد رح تكون آثاره كتير سلبية. نحن أولادنا مو هن النتاج اللحظة، وإنما نتاج نحن شغلات كتير عملناها بالقبل هيك ربيناها فيهم لحتى طلعت هي على السطح أو طفت هالظاهرة على السطح. فنحن اللي بدنا نكون موجهين، نحن بدنا نشوف شو عم يشوفوا، شو البرامج اللي عم يتابعوها، شو الساعات اللي عم يقضوها للنت، كيف نحن فينا نكون نت بالفعل نحن عم نستخدمه بشكل إيجابي. هل هو بحث عن معلومة؟ هل هو أني أنا عم باخذ معارف؟ هل هو أنا عم بكتسب مهارات؟ هل هو أنه أنا في هدف، في عندي أنا هدف 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 ذكي، مو أي هدف عشوائي من وجودي على الإنترنت، ولا أنا ما عندي أساساً لا هدف، وإنما تسلية. هو خلينا نقول بمربع غير مهم وغير عاجل، بمربع خلينا نقول بدائرة الراحة، ما عنده أي هدف. منطقة الراحة دي حلوة. منطقة الراحة هلأ حلوة بحالة من الحالات، وقت يكون الإنسان بالفعل كان في عنده هدف ذكي واشتغل على هذا الهدف وحقق من هذا الهدف إنجاز تمام، وهو كافأ ذاته أنه قعد بحالة معينة بتوقيت معين بوقت معين بمرحلة الراحة ليتحفز لإنجازات جديدة وأهداف جديدة. وما في وقت على طول بمنطقة الراحة يضل الإنسان بالنهاية يعني. أكيد. تمام. بدنا نصائح أخيرة من حضرتك هيك للأهالي لحماية اليوم أطفالنا من التعلم السلبي بالحياة، نتعلم الشيء الإيجابي دائما. الاهتمام اهتمام اهتمام، متابعة والتقييم والمراقبة قديمهم والمراقبة أكيد، وهو الاهتمام هو أنك أنت عم تراقب. إن شاء الله نقدر نراقب يعني اليوم الأهالي يعني صرنا نحن بحاجة لهي الرقابة خاصة بموضوع الإنترنت وهو عن جد مدرسة لحاله، ولكن إذا تم تفعيله بشكل الصح أكيد. والإيجابي شكرا أكيد. لحضورك اليوم وهيك يومك حلو، متمنى لك التوفيق بعملك أكيد. شكرا كثير لكم، إن شاء الله نهار سعيد. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتيها.